إذا جوزك بشخير لقيت لك الحل، محل أثاث موجود هون صحابين وعرب. 10 سنين ضمان، في منهم لعشرين سنة. لا ما في سحب وحكي فاضي، أنت بتاخذ تذكرة لشخصين وأنت مروح. هون ببلش العلاج، فرشتك صحية ما شاء الله كويسة، صحتك بخير. أنت بغربة، أنت مش بوطنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة رالي في ولاية نورث كارولينا، محل أثاث موجود هون صحابين وعرب، عندهم قصة جميلة جدا. تعالوا نتعرف عليهم ونشوف بداياتهم في أمريكا، هل كانت سهلة ولا كانت صعبة ومروا بظروف بس ولكن تجاوزوها، ونعطيكم العروض المميزة اللي هن عم بيعملوها للجالية العربية. تفضلوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. أهلين فيك. أول شيء بسم الله ما شاء الله مبارك. الله يبارك فيك. يعطيك العافية. جايين من فلوريدا على نورث كارولينا لنشوف الترتيب تبع نورث كارولينا. من نرتبك على الآخر إن شاء الله. الله حيو. ما أخذ جولة؟ نعطيك جولة. الله حيو. تفضلوا يا جماعة الخير. تفضل. أنا حجاز حبش من فلسطين، رام الله تحديداً. جيت بال 2012. شغال بالأثاث من 2012. نعم صحيح. شو اللي خلاك تختار الأثاث؟ صراحة الأهل. يعني كانوا فاتحين وإحنا إلنا برالي من 2008. هل من 12 سنة كانت الجالية هيك ولا صار في لا تطور؟ صراحة يعني أنت بتحكي برالي، يعني قبل 2015 كانت يعني رالي هاي الجهات خصوصا وين احنا. انا كنت بالداون تاون، محل الداون تاون، انه لما اخذنا محل تحت هون انه وين رايحين احنا، مدينه انه بعيده هناك. يعني. بعيد كتير. فتره قصيره يعني من 2015 صار تضخم، ترافيك، عرب كتير اجوا. ليش رالي هلا تكبر بهالسرعة الرهيبة؟ في شركات كتير اجت هون، فرص شغل كبيرة، جاي أبل كمان، وجاي تويوتا سيارات كهرباء، وفي كيا، وفي كمان أمازون صاروا عاملين واحد هون ورانا وواحد لتحت، وبيعمل واحد كبير بدرهم لأنه هاي العاصمة طبعاً، رالي عاصمة نورث كارولينا. أنت صار لك في أمريكا 12 سنة، لما أول ما أجيت على أمريكا مثل ما كنت أنت متخيلها ببالك ولا كيف كان الوضع والترتيب أول ما أجيت؟ خشيت باكتئاب 6 شهور إني أنا بعدت عن فلسطين بصراحة. ليش؟ يعني لأنه كانت صعبة بالأولى يعني؟ طبعاً غربة، أنت بغربة، أنت مش بوطنك، فلسطين وبس. هذا قسم الفرشات طبعاً. تمبر بيدك اسم على مسمى. حلو. أحلى فرشات، أحسن فرشات، ضمان 10 سنين وفي منهم لحد 20 سنة. 10 سنين ضمان؟ في منهم لعشرين سنة. ما شاء الله تبارك طبعاً الله. في قسم التمبر بيدك، في الستورن فاستر، في السيلي. شوف لك هاي مثلاً يعني. يا سلام، صلي معنا حبايب. كيف هاي؟ هاي إحنا معنا عقد من سيلي. طبعاً عشان ما منبيع إلا بضاعة سيلي. في عنا هذول الفرشات ببلشوا من 499، 499. 499 دولار. يعني فرشة 14 إنش، في منهم 12 إنش، في منهم 10 إنش. وعلى كيف كيفك، وبرضه الكفاله بتعرف فرجيهم الكفاله. هي يعني مش انا بس بحكي، هي 10 سنين كفاله. اذا جوزك بشخير لقيت لك الحل، الحل اللي يساعدك. اول ما تسمعي عم بشخير بتكبسي الزر، بتقوم بتميل لحالها، بتميل لحالها بس بدون ما تكبس الزر يا معلم كمان. بس تسمع الشخير بترفع لحالها. بس تسمع شخير الجوز على طول، ما في يعني، بتسمع شخير بترفع لحالها. ما شاء الله. فيها سمارت سيستم، فيها ميكروفون وسبيكر، وطبعا نحكي لهم على الشغلات الثانيه كمان. شوف يعني فيها يعني في ناس كتير بروحوا على غرفه النوم بجيبوا احسن شيء، بروحوا بجيبوا الفرشه ارخص شيء. الموضوع انه الفرشه اهم استثمار لك، ظهرك الفرشه، وجع راسك اللي هو من الرقبه الفرشه، كل شيء من الفرشة. فهاي الفرشة عندك جل ميموري فوم ماتريس ما شاء الله هايبريد، وفيها تكنولوجي تو سبورت باك بروبلم، فيها المساج، فيها اللمبر سبورت اللي هي بتدعم ظهرك. اوكي. لانه بالفعل الواحد بيقضي تقريبا ربع حياته او اذا مو ثلث حياته هو نايم
الفرشة طبعا، فبالتالي هي افضل استثمار للصحة طبعا، والناس بروحوا على دكاترة وعلاج وعلاج وعلاج، هون ببلش العلاج. فرشتك صحية ما شاء الله كويسة، صحتك بخير. شوفوا لي على عرض مرتب يا جماعة الخير من كيف فرنتشر، إذا تشتري ب $1,600 أي أثاث بتحصل على تذكرة أوتيل ومواصلات لمدة 3 أيام ليلتين. ليلتين في لاس فيغاس أو أورلاندو، في كروز للي بحبوا الكروز، الكروز أحلى لسه لأنه 5 أيام 4 ليالي. يا بتروح على البهامس يا بتروح على بنما، مش بنما فلوريدا، بنما سنترال أمريكا. ما شاء الله، يعني رحلة بتاخذ العقل شاملة، كمان أكتيفيتيز وأكل ليل نهار. يعني بيشتري أثاث وبياخذ هيما؟ لا لا، ما في سحب وحكي فاضي، انت بتاخذ تذكره لشخصين وانت مروح، يعني هاي بتاخذها معك بتروحها معك، هاي التذكره جاهزه. كيف فرنتشر، تعوا اسالوا عليها، هي الرحله مع الشراء تاخذها مجانا. لسه في كمان شغله نسينا نحكيها. شو؟ لعربنا حبايبنا واللي بدهم يجوا من طرف الترتيب. يا عيني عليك، في عنا اي حدا بيجي من طرف الترتيب اخوي هيثم باخذ 25% خصم على محل كامل، الفرشات التمبر بيدك والسيلي هذول في عليهم ما عليهم خصم. برايس بس غير هيك، يعني غير الفرشات اللي بيجي من طرف يا هلا بيقول لك يا هلا كيبون يا هلا، بس حط الكيبون يا هلا مش ضروري ناقش اصلا، بحط الكيبون يعطيهم انا معي كيبون يا هلا على طول باخذ ال 25%. وهي يعني حسب، يعني اذا بتحبوني بتاخذوا هاي، واذا بتحبوا هيثم بتاخذوا هاي. تاخذوا اورلاندو او فيغاس تجوا على فلوريدا، والله بهالبردات بنروح على فلوريدا. والله فلوريدا وفيغاس حلوه هلا. ايه بس هاي بهامس وبنما ولا ما الجو بجنن والله، ولا واتشكي لا لا لا، يجوا معي انا. طيب ماشي، لنشوف. From K Furniture in North Carolina we say يا هلا. يا هلا بيكم، سلام مع الترتيب اكيد مع الترتيب.